مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنت واجد في محكمة استئناف الدار البيضاء، موضوع باب دارنا بين مدين وجزر، مجموعة من نقط ومستجدات في الجلسة ديال اليوم غادي نشوفوها مع الأستاذ بطبيعة الحال اللي هو تيدافع في حق المدني وكيفاش كيشوفوا الملف. أستاذي الفاضل، مجموعة من المغاربة متبعين هذا الملف في المغرب وخارج المغرب، إلا كان ممكن كيفاش كتشوف الأطوار ديال الجلسة حاليا، وكذلك واحد الإضافة نوعية اللي كتميز بها محكمة استئناف، كيفاش كيوضعوا في الشاشة المحاضر، سعة الصدر ديال السيد الرئيس، الأسئلة الدقيقة ديالو، الذكاء والدهاء بالنيابة العامة لمحاصرة المتهمين، كيفاش كتشوفوا الملف والأريحية ديالكم نتوما بحكم كتدافعوا للضحايا؟ أولا أنا بصفتي دفاع ديال الطرف المدني، الغاية ديالي هو ضمان حقوق ديال الأطراف التي أنوب عنها، ولكن الغاية القصوى ديالنا جميعا كمحامون هو تحقيق المحاكمة العادلة ومساعدة ديال القضاء في تحقيق هذه المحاكمة العادلة. أنا حاليا إلى غاية اللحظة اللي كنهضر معكم فيها مطمئن جدا لكيفية تسيير الجلسة، لأن السادة المستشارين يعني عندهم واحد الذكاء وعندهم واحد الخبرة في ملفات أكبر من هذا الملف وعشناها معهم، وحد الساعة يعني احنا كدفاع ضامنون حتى احنا اللي سير ديال واحد المسطرة بالطريقة اللي كنص عليها المشرع. كيكون واحد المد والجزر ما بين الأطراف ديال الدعوة هذا مسألة عادية، لأن المصالح كتختلف والحقوق ديال الأطراف كتختلف. المتهم كيحاول يبين البراءة ديالو، المطالب المدني كيحاول يبين الضرر ديالو، والنيابة العامة كتحاول تثبت الإدانة اللي متمسكة بها. هادو مسائل يعني عادية بالنسبة لنا. إلى غاية اللحظة كاين سعة الصدر يعني من طرف المحكمة، النيابة العامة متمرسة تضع أسئلة يعني دقيقة، والمحكمة كذلك ملمة بأدق التفاصيل. يعني أنا معجب جدا صراحة بطريقة ديال تسيير الجلسة وبالأسئلة التي يعني عندها معنى ودقيقة في إطار ما هو منسوب للأطراف، كل بحسب التهم المنسوبة إليه. هنا أستاذ غنخرج معك على الإطار كمحامي وغنناقش معك كإنسان كمغربي. ملي كتشوف الضحايا وكتسمع المعاناة ديالهم في المغرب وخارج المغرب، الملايين اللي تم الاختلاس ديالها بهذه الطريقة، الإحساس ديالك في الموضوع وكيفاش كتشوف وكتبحث أكثر من أجل تبيان الحقيقة من هذه الأفعال الجرمية اللي ارتكبوا هاد الناس، كيفاش كتشوف الأمور؟ أولا اعتبار أن أفعال جرمية مرتكبة من طرف هاد الأشخاص والإقرار بذلك هو مسألة ربما حكم قبل الحكم. أنا بالنسبة لي كدفاع وإن كنت كإنسان يعني أعطيك هذا الجواب، لا يحق لي أن أدين شخصا، أنا أتمسك بالدفاع فقط فيما يتعلق بالوثائق اللي عندنا في إطار المحاكمة. سلطة الملائمة أعطيت للنيابة العامة وسلطة الاتهام أعطيت للنيابة العامة. السيد قاضي التحقيق يبحث عن جميع الوسائل المثبتة للإدانة. أنا أستاذ أعتقد بأنه لا سمحتي لي، أنا هادشي عرفته والرأي العام عارفه والمتهم باري تثبت إدانته. أنا أكلمك لأنك أنت كمحامي تتكلم مع ذوك الأطراف الملايين اللي مشات اليوم، كيعاودوا لك المآسي، كاين اللي تشلل، كاين اللي مرض، المآسي ديال الناس، هذا هو ما يهم الرأي العام بشكل كبير، إما مسألة الأحكام بطبيعة الحال بيد القضاء الجالس في الأخير. الرأي العام حتى باش ما ندخلوش في واحد الميدان ديال التوجيه أو التأثير على القضاء، هذا هو اللي خصنا نفهمه، واخا نكون كإنسان، إنما أنا أعطي تصريح حاليا وأنا مرتدي للبدلة، وبالتالي خصني يبقى عندي واحد الواجب ديال احترام واحد المقتضيات القانونية. كإنسان من غير هذا الملف، يعني بغض النظر على هذا الملف، ما غنبغي حتى شي واحد يتضرر في الحق ديالو. والممارسه ديالنا لمهنه المحاماه دليل على اننا ما كنسمحوش بهذه الافعال وبهذه الافعال الاجراميه، وعلى ان ما تكونش عداله في المجتمع. لكن انا كنت فهمهم، وهذا علاش انا كنوب عليهم، يعني كنت فهمها اليوم وعايش المآسي ديالهم والمراره والغصه ديال هاد الناس، انا كنعيش بها وما مازال ما قدرتش انا شخصيا انني يعني نستقل عليها ولا نفصل عليها، كنت فهمها. ولكن في الاول وفي الاخير كتبقى المحكمه هي اللي عندها الراي. مرحبا. دابا استاذ جاوبتيني كمحامي، انا غنرجع معاك كمحامي، ما غنبقاوش نناقشوا في الشق الانساني كسؤال الاخير ان شاء الله. استاذي الفاضل، انت كنتي في الجلسه، انتم توجهون اسئله ذكيه في الموضوع، وكذلك النيابه العامه وشخصيه الوكيل العام متمكن وبطبيعه الحال كتعرف المستوى ديالو التجربه الواسعه ديالو، وكذلك القضاء الجالس، المتهمين الاجوبه ديالهم شيئا ما ملتويه، كيفاش كتحاصروهم نتوما؟ هذا السؤال الاول. وثانيا الذكاء ديالكم اللي وظفتوه نتوما في اسئله اخرى من اجل محاصرتهم باش تقربوا لتبيان الحقيقه اكثر.
دابا جاوبتك استاذ سؤال في البيد. لا تفضل سؤال. شو السؤال ديالكم؟ تبارك الله عليكم نتوما، حتى نتوما اسئلتكم راها عندها غايه. نتوما كصحافه وهذه المهنه عزيزه وغاليه عندنا كمحامون وحتى اي مواطن غيحترم الصحافه لانكم كتبينوا حقيقه. الاسئله ديالنا انا كيظهر لي شخصيا من قناعتي الشخصيه بانه خاص تكون اسئله منتجه ومؤثره وذكيه باش ما يضيعش الوقت لا ديال المحكمه ولا ديال حتى شي طرف. هذا اولا. ثانيا باش حتى المحكمه كتبقى تتساعدها انها كتبقى متقيده بالموضوع وكتساعد بان تتوضح الحقيقه، لان كاملين واقفين هنا باش يكون عندنا واحد الحكم قضائي اللي هو عنوان ديال الحقيقه. بالتالي الاسئله ديالنا فهي نتيجه لدراسه ديال الملف اولا والتمكن منه، وثم نتيجه للتصريحات اللي كتكون امام المحكمه ومقارنتها بالمراحل السابقه. ملي كيكونوا واحد الاجوبه ملتويه من طرف المتهمين سواء بسبب النسيان، سواء ربما قد تكون مقصوده، سواء كوسيله للدفاع ديالهم، هذا مساله غريزيه عاديه في الانسان. لكن حتى حنا نحاول استغلال هذه الهفوات وهذه الاجوبه ومقارنتها من اجل معرفه شنو هو الموقف الصحيح، شنو هو الجواب الذي ممكن ان تعتبره المحكمه، علما ان جميع التصريحات اللي كتعطى امام المحكمه فهي تصريحات رسميه مضمنه بمحضر رسمي لا يطعن فيه الا بالزور. مسألة أخيرة غنشوفها معك في خصوص النيابة العامة. النيابة العامة السيد الوكيل العام كان ذكيا ولا زال لحد الساعة متتبع الملف في آخر مستجدات اللي فيه، كما شفتي معنا سابقة من نوعها أنه توضع اليوم فيديو في الصحافة الوطنية في إحدى التصريحات، وهذا ذكاء ديال السيد الوكيل العام والتتبع ديال الملف دياله يوما عن, عن, عن يوم. هذه الطريقة النيابة العامة اللي كتلائم طبيعة الحال معكم نتوما لأن كتنوبوا على الضحايا اللي تبين الحقيقة. كيفاش شتي هالتصور والذكاء السيد الوكيل العام؟ اولا انا لا ما عرفتش واش السيد الوكيل العام هو النيابه العامه اللي وضعت الملتمس استاذ في الفيديوهات. مزيان، اذا انا عاد عرفت من جهتكم. هذه مساله يعني بالنسبه لي خطوه ذكيه من طرف النيابه العامه. النيابه العامه اللي معروف عليها في المغرب كمؤسسه من اقوى المؤسسات في التاريخ ديال المغرب، والاختيار ديال الاشخاص اللي تيكونوا فيها ما تيكونش عباتي، تيكون اختيار ديال واحد الاشخاص معينين نظرا للطبيعه حتى ديال تفكير المواطن المغربي. راه ماشي سهل باش المواطن المغربي توجه ليه واحد الافعال او لا تتعامل معاه بطريقه الا ما كنتيش ذكي. المواطن المغربي حنا كنعرفوا كموكلين، كنعرفوا وبالخصوص في مدن كبيره بحال الدار البيضاء. بالتالي محكمه الاستئناف يعطى بها المثل في اجتهاداتها، والاجتهاد القضائي ما هو الا نتيجه ديال واحد العمل وواحد النقاش قانوني وقضائي ما بين الدفاع وما بين النيابه العامه والقضاء، وبالتالي هذاك كنشتركوا فيه جميعا. هذا تيبين بانه الدار البيضاء كبيره وستبقى كبيره على مر العصور. باش نرجع يعني للطريقه ديال الوضع ديال الفيديو او العرض ديالو على المتهم، انا كيف ما قلت لكم منذ قليل هو بالنسبه لي وسيله من وسائل الاثبات. واش هي وسيله قانونيه او لا غير قانونيه؟ المحكمه قررت العرض بعد التقدم بالملتمس ديال الدفاع باش انه يترفض العرض ديال هذاك الفيديو، ولكن المحكمه قررت. احنا تربينا في مدارس ومكاتب المحاماه كبيره اللي علمتنا احترام قرارات ديال المحكمه، والحسن الثاني الله يرحمه كيقول ماشي مغربي ما يحترمش المؤسسات ديالو. احنا نحترم المؤسسات ديالنا، والمشرع عطينا حق الطعن، لكن المحكمه ملي كتقرا القرار ليست هي المختصه للبث في واحد القرار ديالها في الطعن ديالو امامها. على من ادعى ان هذاك القرار يعوزه الاساس القانوني او لا مجانب للصواب يمشي يمارس الحق ديال الطعن ديالو وهو مضمون امام الجهه المختصه الاستئنافيه مثلا. وبالتالي احنا بالنسبه لنا نحتكم للقانون، لا انزه اي بشر كيف ما كان على الخطا لان الاخطاء وارده، ولهذا كاينه هنالك الطعون. ولا اعتبر بانه قرار عرض الفيديو هو خطا، لا، بالنسبه لي انا تبنيت موقف المحكمه بل ودافعت على عرض الفيديو. ما فيها حتى شي عيب اننا نعرضوا الحقيقه ويتواجهوا بها اطراف ولمصلحه هذه الاطراف المتهمه. ان كان من مستفيد اول في عرض اي فيديو او وسيله اثبات فهو المتهم، ان كان يعتبر نفسه بريئا ما عليه الا ان يقبل عرض واحد الوسيله وان يناقشها وان يجيب عنها اما بالنفي او بالايجاب ولا اكراه في الجواب حتى بالنسبه للمحاكمه. أستاذي الفاضل شكرا لك، نشكرك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا أطوار ديال الجلسة باب دارنا موضوع النقاش، فئة كبيرة من المغاربة في المغرب وخارج المغرب اللي تضروا من
هذا الملف اللي بطبيعه الحال حاليا تيطالبوا بالاموال ديالهم ان ترجع لهم. مشاهدينا الكرام، دور الصحافه كان له دور جوهري اليوم في الجلسه بطبيعه الحال بالذكاء ديال النيابه العامه اللي قدرات لتبيان الحقيقه انه تبت بعض الفيديوهات اللي فيها تصريحات ديال المتضررين، وكذلك السيد الوكيل العام اللي دار التعقيب ديالو بطبيعه الحال على الدفاع اللي تمت الاطراف المعتقله بقوه القانون. ما يهمنا في الموضوع كما ختم السيد الوكيل العام انه من المفروض أن يدلي بكل ما يفيد لتبيان الحقيقة ولو في آخر ساعة من الجلسة، وهذا ما يخوله للقانون. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.